أعتقد أن هذه النقل الإيرانية محتجزة كانت من فترة من قبل الحكومة البريطانية في مياه البحر الأبيض المتوسط، وهي حاملة للنفط وكانت متجهة إلى سوريا، وهذه اللي ذكرتها وكالات الأنباء من فترة. معلوم أن إيران الآن تتعرض إلى عقوبات أمريكية، خاصة في عدم استجابتها للمطالب الأمريكية بعد انسحاب أمريكا من مجموعة 5+1 بشأن البرنامج النووي الإيراني. إيران معروف عنها مراوغتها وهروبها كذلك إلى الأمام من خلال الممارسات الواضحة. إيران دولة إرهابية، يعني الجميع يشهد ذلك، للأذرع الإيرانية في المنطقة. فلذلك تصدير النفط إلى سوريا، وسوريا نحن نعلم لا زالت الجماعات الإرهابية موجودة هناك، وهذه الجماعات يعني إقلاق الأمن في سوريا، في لبنان، في الأردن، حتى في العراق اللي اليوم يحتاج أن يقوم من ما يتعرض اليوم. فأنا أعتقد أن التوجه الأمريكي اليوم لمزيد من الضغط على الإدارة الإيرانية وحصارها في هذا الجانب.